عدلت وكالة موديز لتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، كما أبقت تصنيف البلاد على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية عند CAA2. وقالت موديز أن تعديل توقعاتها لمستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير، ما اعتبره مراقبون جرعة من الطمأن للأطراف الأجنبية التي يمكن أن تتعامل معها تونس في السنة المالية القادمة. هذا يدل على أن تونس لم تقترض مبالغ جديدة كي تكبل الدفعات، وأيضا الاستقرار الاحتياطي المالي من النقد الأجنبي، وكذلك ربما الاستقرار الأسعار وإن كان هذا غير متواجد على الساحة العملية. لكن في العموم المؤشر حتى وإن لا يفيد الاقتصاد التونسي مباشرة إلا أنه يعطي جرعة من الطمأنة للأطراف الأجنبية التي يمكن أن تتعامل معها تونس في السنة المالية القادمة. من جهته نقل البنك المركزي التونسي عن الوكالة أن التصنيف الائتماني للبلاد يمكن أن يرتفع إذا تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية، وتغيير التوقعات إلى مستقر يعكس رأي موديز بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تتزايد أو تنخفض بشكل كبير، ما اعتبره مراقبون تحسنا ملحوظا في مستوى إدارة الموارد المالية مع تواصل الضغط العالي في مستوى الديون الداخلية والخارجية. هو تقرير موجه للبنك المركزي ولحسابات الدولة، ويؤكد أن هنالك استقرار نجحت تونس خلال الفترة الأخيرة في سداد ديون خارجية، وبالتالي وقع شطب الأطروحة القائلة بأننا نتجه نحو الإفلاس، لكن التقرير يؤكد أن الضغط لا يزال عالي في مستوى الديون الداخلية والخارجية، بالتالي مطروح تشجيع الصادرات في مستوى الصناعة وفي مستوى الفلاحة، أيضا المراهنة على موسم سياحي من المفروض أن يكون واعد وفق التوقعات. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الأمريكية موديز كانت قد أعلنت في 27 من جانفي 2023 تخفيض التصنيف السيادي لتونس على المدى الطويل بالعملات الأجنبية والعملة المحلية مع توقعات سلبية، وكانت موديز قد خفضت أيضا تصنيف البنك المركزي الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن الدفعات على جميع التزامات الحكومة. توقعات النمو لسنة 2024 تخضع إلى مخاطر هامة نحو الانخفاض ترتبط بحالة الجفاف وبوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي خططت لها الحكومة التونسية وظروف التموين، علما أن تونس تسجل انتعاشة اقتصادية متواضعة مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إينيس فرادي، اليوم تونس.